الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية pgt.ma كيقدم لكم على مدار اليوم والأسبوع من خلال هذا التطبيق المعلوماتي على الهواتف الذكية مجموعة من الأخبار الوطنية والمجالية والدولية والمقالات التحليلية والحوارات والربورتاجات وتسجيلات الفيديو وغيرها وفق مواد مكتوبة وأخرى مسموعة والسمعية بصرية عبر الإذاعة ديالو والقناة الإلكترونيتين. وكيحاول الموقع الإلكتروني ديالنا دائماً أنه يقدم لكم أحسن الخدمات الإعلامية اللي كتميز بالجودة ديالها أكيد باعتماده على خط تحريري مسؤول فيه من المبادرة والمواطنة المهنية والإبداع والانفتاح.